آخر مختلف عما كنا فيه في الرسائل السابقة وفي موضوع آخر وأيضا شخصية أخرى، لكن دعيني قبل أن أبدأ معك وأعرف مشاهدينا بضيفي الآن. كنا في الحوار السابق مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أكد لنا في تصريح حصري على أن أهم مشروع سيطرح غدا مساء غدا من ضمن المشروعات القومية الهامة هو مشروع القاهرة الجديدة التي ستكون عاصمة جديدة إدارية لمصر. علمنا من معلوماتنا حتى هذه اللحظة بأن تلك العاصمة ستكون في طريق السويس وستحوي مشاريع يعني عديدة وفي مقدمتها مطار جديد يليق بمصر في المرحلة القادمة إن شاء الله. السؤال الذي يطرح نفسه الآن نانسي، ما هو دور رجال الأعمال في هذا المؤتمر؟ كيف سيستفيدون وسيفيدون المجتمع المصري في هذا المؤتمر؟ لذا أنقل هذا السؤال إلى الأستاذ أحمد أبو هشيمة، أحد رجال الأعمال المصريين المعروفين وأيضا سفير الحكومة المصرية والشعب المصري في هذا المؤتمر. بعد الترحيب بحضرتك يا فندم، كيف تستفيدوا أنتم كرجال الأعمال ونخبة من رجال الأعمال المصريين من هذا المؤتمر الهام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا بس بحب أقول لكل السادة المشاهدين، بشكر المصريين كلهم على الروح اللي انا شايفها من كل واحد في الشارع، سواء في كل مصر، مش هنا في شرم الشيخ بس، كل المصريين على قلب رجل واحد وكله عايز يعمل حاجه للمؤتمر، وكل الناس عايزه المؤتمر ده ينجح، فكل واحد بيبذل جهد في المنطقه بتاعته. فدور رجال اعمال المصريين او دور القطاع الخاص المصري هو دور كبير جدا، لان هو من غير القطاع الخاص المصري محدش مستثمر اجنبي مش هيتشجع يجيلك. فاحنا لازم نقول ان الدور بتاعنا الاساسي هو ان احنا بنقول مصر الجديده. هو رساله المؤتمر ده اهم حاجه فيها ان احنا بنقول مصر اتغيرت او مصر الجديده بتعمل ايه عشان تجذب الاستثمار. وانا شايف ان في جهود مبذوله كبيره جدا من الحكومه، من القطاع الخاص، من كل الدنيا هنا. بس خليني اقول لك اهم حاجه، من 48 ساعه لما او من 72 ساعه لما اتعلن على قانون الاستثمار امبارح، وزير الماليه ووزير الاستثمار فاجئونا بحاجه تخص الضرائب، وحاجه مهمه جدا بان سعر الضرائب هتنزل من 30%، لان احنا كنا في الشريحه الاعلى ل 22.5% وتوحيدها، وده بيدل على عداله. والاحسن من ده وده ان هي ماذا يعني، عفوا المقاطعه، ماذا يعني كل هذا الامر، كل هذه يعني الدعم من الحكومه وتغيير القوانين، هل عمليا على ارض الواقع قد يحدث نقله نوعيه في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه؟ بالتاكيد بالتاكيد. انا بقول لحضرتك لما وزير الماليه ووزير الاستثمار يعلنوا ان الضرائب ثابته 10 سنين، دي حاجه ممتازه. احنا النهارده بنقول الحكومه كل ما تملكه في عدم وجود مجلس الشعب، القياده السياسيه والحكومه معاهم بس قوه التشريع وقوه القانون وقوه تسهيل الاجراءات وقوه جذب الاستثمارات. هذه القوه اقوى من قوه المال، لان المال هيجي لما انت تظبط وتهيئ، اسمه مناخ، مناخ يعني جو الاستثمار انت بتهيئه. طبعا كل اللي حصل ده ايجابي 100%، وفي مفاجات لسه هتتعلن انا متهيالي في المؤتمر. التنظيم ان شاء الله احنا بنثبت للعالم كله ان احنا نقدر ننظم مؤتمر زي ده كبير، بتمنى ان هو يكون كل سنه. مستوى التمثيل على اعلى مستوى، على اعلى مستوى من كل الوفود ومن كل الدول. هيبقى بشره خير للمصريين كلهم هذا المؤتمر. وانا سقف التوقعات بالنسبه للناس ان احنا مش مهم، احنا المهم يوم 16 هيحصل ايه بعد ما ينتهي المؤتمر. احنا لسه في التوقعات عندها عالي جدا. انا بقول للناس اهم حاجه ان احنا نوصل رساله ايجابيه ان مصر محتاجه كل سنه تقريبا 15 مليار دولار استثمارات. انا مش هتبسط النهارده ان احنا نوقع 5 ولا 10 مليار وبعد كده ما نوقعش، لا، احنا عايزين نثبت للعالم كله ان احنا اتغيرنا، ان مصر الجديده بقيادتها السياسيه بالعزيمه بتاعت المصريين ان احنا اتغيرنا، وبنقول ان مصر جاذبه للاستثمار في اي وقت وكل سنه وفي كل مكان. طب عفوا يا فندم، حضرتك شايف اي القطاعات الاستراتيجيه الهامه الملحه للغايه اللي محتاجين فيها مزيد من الاستثمارات الدوليه والعالميه؟ هو طبعا بما لا شك فيه قطاع الطاقه هو اهم قطاع استراتيجي محتاجينه، وانا متهيألي ان في مستثمرين 43% من المشاريع المتقدمه بها مصر هي مشاريع للطاقه. انا شايف ان مشكله الكهرباء هتتحل في خلال 5 6 سنين، مشكله الغاز برضو بس لازم نعمل استكشافات جديده هتتحل. كل الامور صدقني كان في مشاكل كبيره جدا في الاربع خمس سنين اللي فاتوا وحتى قبل ثوره يناير، فدلوقتي كل الامور دي احنا بدانا نحط ايدينا على اساس المشكله وبدانا في الحلول. مفيش حاجه بتيجي مره واحده، مفيش من بكره مش هلاقي الشعب المصري عايش في رخاء يوم 16 ولا 17، لا، هي بتاخد وقت، بس اهم حاجه نبتدي، كل حاجه في الدنيا ليها بدايه. طب تعالى اختم مع حضرتك، هل هناك اي اتفاقيات كرجل اعمال ويعني رجال اعمال اخرين في هذا المؤتمر سيوقعون اتفاقيات مع شركات مماثله؟
يعني احنا هنا كحديد مصريين احنا شركه راعيه، راعي بلاتيني للمؤتمر، ومعانا شركه في مشروع جديد غير شركاتنا ومصانعنا، في ان شاء الله هنعرض حاجه كبيره، مشروع انتاج خام الحديد من الفحم، وده مش موجود في الشرق الاوسط كله، وده احنا مش هنحتاج طاقه من الحكومه، بل بالعكس احنا هننتج طاقه وممكن نبيعها، وده حاجه تكنولوجيا عظيمه جدا. وسيمنز وماتسوبيشي معانا ان شاء الله اليابانيين والالمان، وهم مشاركينا حتى في العرض هذا المشروع، وربنا يسهل ان شاء الله. في مشاريع كتيره جدا متقدمه باذن الله، ربنا يوفق كل المصريين، لان احنا نستاهل ان احنا نبقى احسن من كده بكتير. بالتوفيق يا فندم. شكرا. نانسي، يبقى ان اشير الى ان الوفود على مدار الساعه يعني تتواصل او تصل الى مطار شرم الشيخ. علمنا ان كبار رجال الدوله المصريه هم الان في مطار شرم الشيخ لاستقبال رجالات الدول من كل انحاء العالم. استمعنا الى رجل اعمال مصري، بعد اقل من ساعه سيكون لنا ان شاء الله لقاء مع رجالات اعمال عرب واجانب لكي نتعرف منهم أكثر عن الصورة والرؤية، وإن كانت هناك أي إشكاليات أو تحديات للاستثمار في مصر في المستقبل. إليك نانسي.